اهلا وسهلا بكم. اليوم حاب نجيب لكم حاجه جديده اللي هي جيزي اب ستور. واش معناها جيزي اب ستور؟ كيما الناس اللي يستخدموا سيستم اندرويد عندهم جوجل اندرويد اب ستور، الناس اللي يستخدموا الايفون اللي هو ماكينتوش عندهم اب ستور سبيسيال ليهم. حتى جيزي ابخي لو لونسمون تاع لا 3G حابه تدير لنا ان اب ستور جديد. دونك اليوم غنحاول نعطي لكم لادغاس تاع الاب ستور، وش هو الاب ستور هذا، وش نقدروا نديروا في الاب ستور، بيان سور كيما نقدروا ماركيو فيه. اول حاجه نديروها نفتحوا متصفح الانترنت الخاص بنا، في لا باب ادغاس نكتبوا store.jeezy.com. يخرج لنا الستور تاعنا اللي هو عباره عن موقع عادي يتيح لنا عمليه تحميل مختلف التطبيقات كيما رانا قاعدين نشوفوا. الموقع يحتوي على كثير من التطبيقات avec beaucoup de catégories كيما نشوفوا عندنا جو ديفيرتيسمون ايديكاسيون اللي فيها تعليم كومونيكاسيون معناها ابليكاسيون اللي تعلقوا اتصال عندنا ابليكاسيون جرافيك انترنت سيكوريتي تيم بيرسونيل ملتي ميديا الى اخره. اول حاجه نحبوا نديروها انه نجربوا ندخلوا ترى اون ابليكاسيون اللي هي بيجيزي باغ اكزومبل. تخرج لنا لاباج تاع لابليكاسيون كيما هانتي لي شارجيو لابليكاسيون، عندنا هنايا لا ديسكريبسيون معناها شرح للابليكاسيون هادية، و بيان سور قراو لي كومونتير. لكن كاين دي كومونتير بيان سور خاطر ماكش متنجموش تقراو لي كومونتير و متنجموش تشوف و الا تاجوتيو ان كومونتير غير لكن كان عندكم حساب في الموقع هذا. دونك مادابينا نكزو ديراكتومون و نحلو ان كونت في لو سيت هذا باش نقدرو نتعرفو على كل المزايا والخصائص الموجوده في الموقع. دونك من اجل التسجيل في الموقع نروحو ديراكتومون لانسكريبسيون معناها التسجيل في الموقع. تفتح لنا نوفيل باج اللي هي كري ان كونت. هنا نحطو لو نوم دوتيليزاتور باغ اكزومبل 3G الجيريان، 3G باردون 3G الجيريان. عندنا لادريس الكترونيك اللي هي لادريس الكترونيك تاعنا تاع السبور، نجمو تبعتو لنا فيها اي ايميل والا اي اقتراح على اي حاجه تحبونا نديرو لكم عليها تيست، معناها نديرو لكم عليها درس مصور كما راكم قاعدين تشوفوا. نخيرو ان مود باس، نفس المود باس بيان سور نعاودو نكتبوه في الخانه الصفريه، وهنايا نكتبو نيميرو تليفون تاعنا. في النقطه هذه الخدمه هذه راهي متاحه فقط لزبائن اوتيا اللي هما زبائن جيزي والا الو اوتيا. معناها الا كان عندك جيزي والا الو اوتيا نجم تماركي في السيرفيس هذا. نكتبو نيميرو تليفون تاعنا، حاولوا تكتبوا النيميرو تاعكم صحيح لانه قادر يجيكم ان اس ام اس دو كونفيرماسيون. دونك نروحوا هنايا جو لو اي جاكسبت بيان سور لي كونديسيون دي تيليزاسيون ونديروا له جيري لو كود. هنا قلنا يجيكم ان ميساج في التليفون، نستناو شويه راه جاني الميساج تاعي. يجيكم ان ميساج مكتوب فيه فوتر كود داكتيفاسيون جيزي ستور اي معنا هنايا نكتبو لو كود داكتيفاسيون لي جينا في لو اس ام اس لي هو 30 66. الكود هذا راه يختلف من نيميرو الى اي نيميرو اخر، والكود هذا هو كود اوتوماتيكي معناها كل انسان يجيها كود ديفيرون. معناها تكتب النيميرو تاعي هذا باغ اكزومبل لو كود لي جاني انا في لاسيسيون تاعك انت ما يمشيلكش لانه الكود هذا يتعاود شاك 24 ساعه. نديرو انجستري ونستناو الموقع تاعنا يماركينا كري ان كونت. واش قالنا؟ ميرسي داتر بارتي دو جيزي ستور كومونسي لافونتور اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا قلنا الكونت تاعكم راهو جاي، مي لازم تروح لا بواتي ميل اللي ماركيتي بها يجيك فيها ان ميساج دو كونفيرماسيون. كيما رانا نعلمو اغلبيه المواقع دركا يخافوا من برامج سبام اللي هي البرامج الفيروسات، دونك يحبوا اشاك فوا يكونفيرميو على بواتي ميل تاع الانسان اللي ماركاها في لو سيت. معناها اول حاجه نديروها دركا نروحو لا بوات ايميل تاعنا ونشوفو لو ميساج. تري بيان، هاو جاني لو ميساج دو كونفيرماسيون فوتر فيريفيكاسيون كود جي سي اي 2. نعاودو ديريكتومون لا فراز هادية فيريفي فوتر كونت اي ديكوفري لو كونتوني سور لو ليان، سا فو دير نكليكيلو على ستور فيريفيكاسيون. تفتحلنا نوفيل فونيتر يجينا فيها سوايي لي بيانفوني دون جيزي، معناها لو كونت تاعك اي بي بيان اكتيفي. كي نروحو نشوفو هنا الفوق نلقاو بيانفوني 3G الجيريان. عندنا اوبسيون جديدة اللي هي بروفيل
نلقاو فيه لو نون تاعنا لادراس ايميل لكن رانا حابين بيان سور نبدلو لو موقع تاعنا عندنا لي زانفورماسيون دو بايمون اللي هي بايمون بار موبيل لانه كاين بعض لي زابليكاسيون راهم محطوطين في الموقع باش يتشراو صافي دير كوا يتشراو صافي دير ينحي لكم من لو كريدي تاع التليفون تاعكم جربوا دركا ترا تيليشارجي اون ابليكاسيون لازم تكونوا تاع المباركه باللي انايا راني كيفكم اول مره راح نجرب الحاجه هذه معناها لكن شفتوا مني اخطاء والا زلات لسان اعذروني دونك جربوا تيليشارجيو لابليكاسيون بيجيزي لاني شفت لابليكاسيون هذه بيلاتك قريت الشرح تاعها وفريمون عجبتني ندير تيليشارجي ونشوف واش يصرا هنا عطاني اون باج vous êtes en train de télécharger دونك نقراوها معنا vous n'avez pas d'appareil mobile relié à votre compte pour pouvoir télécharger des applications vous pouvez vous connecter en utilisant les clients Android de Jizy Store et réessayer le téléchargement هنا واش لازمكم باش تقدروا تيليشارجيو ديريكتومون من الانترنت انكم تنستاليو لابليكاسيون Jizy Store L'application Hadia est marquée de côté, les Jizy Store. Donc, nous cliquons sur le lien de téléchargement. Directement, nous prenons le lien de téléchargement. Il y a le site du téléphone, plutôt l'ordinateur, pardon. Il y a téléchargé l'application Jizy Store. L'application Hadia est en version APK. Maintenant, nous avons fait le téléchargement. Nous allons directement sur le téléphone. Nous installerons. Nous accéderons à l'application sur Hadia. نستناو حتى نكمل لابليكاسيون تاعنا هاي كملت لابليكاسيون دونك لابليكاسيون هاديك كملت تيليشارجا كيما قلت لكم تبعتها للتليفون تاعكم وتنستاليوها بصورة عادية جدا ابخي ما تكملو تنستاليوها تحل لكم لابليكاسيون تلقاو نفس المحتوى اللي راكم تشوفو فيه باغ انترنت تلقاوه في التليفون تاعكم تنجمو تيليشارجيو اي ابليكاسيون تحبوها لكن فقط يفوت تولفو حاجة انكم تشوفو سعر لابليكاسيون الابليكاسيون بالدراهم باغ اكزومبل هنا تجيكم خانه جديده اسفل بوبليي فها سعر تاع الابليكاسيون هذه الاسعار تاع الابليكاسيون راح تكون بالدولار الجزائري وراح تنحى ديريكتومون من لو كونت جيزي تاعكم بوغ لي جون لي ما يعرفوش باغ اكزومبل كيما ينستاليو ابليكاسيون اون فيرسيون ا بي كي حبيت بلاد كان ندخل في جوجل اب ستور Mais malheureusement, je n'ai pas l'application de Jizy. Je vais vous dire Jizy. Pardon. Jizy Store. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas l'application. Il y a une Jizy, il y a une Jizy App, il y a une... C'est tout. Il y a deux applications de Jizy. À part ça, les autres applications, tout le monde a des applications de profit. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de Jizy. Donc, ملكان واحد من جيزي سمع الفيديو هذا وكان من المتابعين تاعنا في الموقع 3galgeria.com ننصحكم فريمون انكم تحطوا لابليكاسيون تاع جيزي ستور متاحه للتيليشارجمون في الاندرويد لانه اغلبيه الناس ما يعرفوش كيما يحطوا لابليكاسيون ابي كي ديريكتومون في التليفون وكون بلوس دو سا لا ميثود هذه راهي ماهيش ريكوموندي معناها قادره تكون ابليكاسيون فاسده قادره تكون ابليكاسيون مش مليحه تعدي التليفون تاعكم قادره تفز لو سيستيم دونك نعديو لي طاف هذه نرجعو لو سيت تاعنا نرجعو لو سيت جيزي ستور اللي هو حاجه جديده كيما راكم تشوفوا جيزي اب ستور فيه با مال دو كاتيجوري كيما حكينا عندنا تنجمو تشوفو في لو سيت تو لي جو تو لي زابليكاسيون توب دو تيليشارجمون اي بيان سور لي نوفوتي اش معناها معناها لو سيت هذا فيه دو كاتيجوري جينيرال كاتيجوري خاصة بالابليكاسيون اللي هي التطبيقات كيما نقولوا باغ اكزومبل فيسبوك يوتيوب جوجل كروم فايرفوكس الى اخره مع العلم انكم مشكم حتلقاو الابليكاسيون هذوما متاحين في السيت لانه السيت مازال جديد عندنا دوزيام كاتيجوري هي لي جو نجمو تلقاو فيها با مال دو جو و ابارامون راهي بارك عندهم با مال دو جو بلوس دو 7 باج سي بيان كوم ان ديبو سي تري بيان عندهم ميم لو تينيس 3D avec des aperçus donc rajamaha donc continuation jizy mais nous avons compris que le site acteur ou acteur surtout la publicité pour le site et non la plupart des gens mais elle m'a essayé de le site allez comment découvrir le site et qu'il n'y a pas de la saïda il a les rames